السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في الفيديو هذا. باش نحاولوا نفهموا حكاية الديفازاج. أوكي، شنو هي حكاية الديفازاج؟ إذا كان عندنا دي سي نيو، نقولوا مثلا إيكغيك أ دي تي و إيكغيك دو دي تي. أوكي، يكونوا سينوزويدال إي إيزوكرون. به اش معناها إيزوكرون؟ إيزوكرون معناها عندهم نفس البلساسيون، دونك ميم بلساسيون. هذه الحكاية الأولى. الحكاية الثانية إيسي برودويز أو ميم طون، معناها يصيروا في نفس الوقت. واضح؟ إيسي برودويز دونك أو ميم طون. كي نقولوا دي سينيو إيزوكرون معناها راهم عندهم نفس البلساسيون أوميغا، ils se produisent en même temps، معناها قاعدين يصيروا في نفس الوقت. واضح؟ كي ظل عندنا دي سينيو كيما هكا معناها سينيزويدال ايزوكرون. فور اكزامبل معناها عندنا y1 دي تي ايغال y1 ماكس سينيس اوميغا تي بلس في 1 y2 دي تي ايغال y2 ماكس سينيس اوميغا تي بلس في 2. دونك هذوما دي سينيو سينوزويدال ايزوكرون، دونك عندهم نفس البلساسيون ويصيروا في نفس الوقت. واضح؟ باه كي ظل عندنا دي سينيو كيما هكا ساعتها نتحط دونك على ديفازاج اونتر ايغريك دي دي تي اي y1dt اللي هو دونك دلتا في ايغال لا ديفيرونس انتر لي فاز انيسيال في 2 موان في 1. واضح؟ دونك كي يكونوا عندنا دي سينيو سينوزويدال ايزوكرون، ايزوكرون معناها عندهم نفس البيساسيون دونك ويصيروا في نفس الوقت، ساعات نجم تحط على حكايه الديفازاج انتر لي دي سينيو هذوما. دونك الديفازاج اللي نحكي عليه هو دلتا في اللي هو لا ديفيرونس انتر لي فاز انيسيال، دونك دلتا في ايغال في 2 موان في 1. واضح؟ باهي اذا كان نعمل ريبريزونتاسيون دو فرينيل نتاع لي دي سينيو هذوما، دونك نعمل ريبريزونتاسيون دو فرينيل نتاع لي غريك ان دي تي و ريبريزونتاسيون دو فرينيل نتاع اي غريك دي دي تي. دونك ريبريزونتاسيون نتاع لي غريك ان دونك هي باش تكون ان فيكتور نجمو نسموه في 1، النورم نتاع الفي 1 باش تكون ايغال دونك لامبليتيد اللي هي ايغريك ا ماكس و لونغول او اكس في 1 باش تكون كونغري ا في 1. هكا ولا؟ باه ريبريزونتاسيون تاع الفي 2 كيف كيف. دونك عندنا النورم تاع الفي 2 باش تكون ايغال ايغريك دو ماكس و لونغول او اكس في 2 باش تكون كونغري ا في 2. اوكي، نجم نعمل هكا تي بتباع موديلو دو بي. واضح؟ باه نفس موديل دي فيكتور هذوما هنيك. فور اكزامبل دونك هذا الفيكتور في 1، دونك هذا الفيكتور في 1 وعندنا هذه لونغل في 1، دونك اللي هي لونغل ما بين او اكس والفيكتور في 1. واضح؟ باه اذا كان نرسم الفي دي تاو، دونك فور اكزامبل نعملوا هذا الفي 2، دونك هذا الفيكتور في 2 هذه لونجل في 2. باه الديفازاج اللي نحكي عليه دلتا في اللي هو في 2 مون في 1 هي لونجل هذه. واضح؟ دونك هي الديفيرونس في 2 مون في 1، لونجل في 2 نحو منها لونجل في 1، دونك تقعد لنا الحكايه هذه. واضح؟ دونك هذه هي حكايه الديفازاج. باه نهبطوا لطو ونشوفوا اكزامبل. اذا كان عندنا مثلا y1dt égale 2 sinus 20t plus pi sur 4. واضح؟ باه وعندنا y2 égale 3 sinus 20t plus pi sur 2. باه شنو هي الفاز انيسيال نتاع y1؟ دونك الفاز انيسيال نتاع y1 هي في 1 يقال بي سر 4. هكا ولا؟
الفاس إنيسيال متاع الجريك دي دونك هي في دي إيجال في سر دي دونك الديفازاج أنتر يجريك دي دي تي اي يجريك ان دي تي دونك هو دلتا في اللي باش يكون إيجال في دي موان في ان إيجال الفي دي بي سر دي موان الفي ان بي سر كاتر دونك إيجال ا بي سر كاتر واضح هذه هي حكاية الديفازاج اوكي دونك ديما باش نخرجوا الديفازاج انتر دي سينيو والا انتر دي تنسيون دونك يلزمهم يكونوا سينيسويدال وإيزوكرون إيزوكرون معناها عندهم نفس البيساسيون و إيزو برودويز أو ميم تان دونك نخرجوا الفي ان الفاس إنيسيال متاع الإيكغيك ان الفي دي الفاس إنيسيال متاع الإيكغيك دي دونك الديفازاج هو دلتا في إيكال في دو موان في ان واضح دونك هذه هي حكاية الديفازاج إن شاء الله تكون واضحة نكمل إن شاء الله في الفيديو الجاي